ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء. يسعد صباحكم مشاهدينا، وجمعة مباركة، منرحب فيكم بحلقة جديدة خصصناها بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي يصادف 12 من شهر ربيع الأول للهجرة. وبيسعدنا نستضيف معنا السيد محمد أنيس المنشد السوري. أهلا وسهلا فيك معنا سيد. سلمكم الله. أهلا وسهلا، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله، وأنتم بألف خير بهذه الذكرى العظيمة. حبذا لو بداية سمعنا شيء من أعمال حضرتك بهالمناسبة. في هوا خير العباد شغف القلب وهما وهما، في هوا خير العباد شغف القلب محمد. اسمح لنا ننتقل فقرة ونرجع لحضرتك. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، حديث الرسول الصحيح الذي يؤكد أن الإسلام دين الخلق الحسن. وبما أن الرسول قدوة المسلمين وكل من يريد التحلي بأخلاق حسنة، سؤال حلقتنا لليوم بمناسبة المولد النبوي عن كيفية التحلي بأخلاق رسول الرحمة. للمشاركة بتقدروا تزوروا البث المباشر للقناة على اليوتيوب، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة.
حياة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هي حياة غنية بالأحداث والتي غيرت مجرى التاريخ، ولا يمل من ذكرها والتبحر في تفاصيلها. لذلك دعونا مشاهدينا نتابع هذه المادة الموجزة عن ملخص حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تابعوا معنا. جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء. مشاهدينا بنرجع سوا لضيفنا السيد محمد أنيس المنشد السوري، أهلا وسهلا فيك معنا من جديد سيد محمد. سلمكم الله. الله يحفظك. رافق ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم ظهور علامات النبوة والتي رصدها أهل الكتاب ورصدها قبل ذلك من كان على الحنيفية الإبراهيمية، لو نستذكر سوا أبرز هذه العلامات. طبعا من العلامات الأشهر هي الراهب بحيرة. الراهب بحيرة كان في أثناء يعني التجارات، لما يتاجروا أهل قريش ويروحوا من مدينة لمدينة، اليهود كانوا يترقبون ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، فيحطوا راهب في منطقة معينة مثل مثلا شجرة، ما صار مع الراهب شجرة يبرك عليها، هي صومعة طبعا يعني يحطوا هذا وينتظروا الشخص اللي يعدي تحت، وقف تحت الشجرة، معناتها هي علامة من علاماته، معناتها أنه هذا هو الرجل، أو هل جماعة في بنات معه الرجل من يعني هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد كذا راهب يموتوا يعني هالرهبان من زمان يعني يترقبوا، لحتى وصل إلى الراهب بحيرة. ففي أثناء الرحلة مع عمه أبو طالب فوقفوا عند هالمكان، وهن استغربوا يعني أنه ما هو العادة بوقفوا على هالمكان يعني هالقافلة، فانتظروا أم إجى هذا الراهب بحيرة، قال تفضلوا لي عندي يعني أنا يعني أدعوكم إلى كذا، ما خجلوا الجماعة دعاهم إلى المكان تبعه، مكان العبادة أو صومعة الكبيرة يعني. فقالوا له لابن أخوهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان صغير، قالوا له أنت وقف على يعني على الرحل على هذا يعني على الجمال وكذا. فقال الراهب انه هل بقي احد؟ قال ما بقي احد سوى ولد. قال لا لا لا، قال يجي هالولد هذا. هو كان باصل منتظر كده الولد، العلامه انه هو مسوي الراهب يعني انطريه صغيره مشان كل ما واحد يعدي ينحني قدامه. لما اجى الولد هذا ما انحنى يعني. ايوه فعرفهم، فقال
أنا نحن هيك القصة تبعتنا، كنا عم ننتظر هذا الرجل، هذا المولود عظيم. فمين أبوه؟ قال أنا أبوه. قال له لا، ما أنت أبوه، أبوه متوفي. قال أنا عمه، يعني بمثابة أبوه. قال دير بالك على هذا الولد، سوف يكون له شأن عظيم جدا، يعني أيوة، وحرص عليه وهذا، يعني وهالكلام هذا. فهي أول نبوءة، وهي هي نبوءة عظيمة جدا يعني. وهناك نبوءات أخرى، ورقة ابن نوفل، و اليهود كانوا يترقبون ظهور نبي منهم لكن ظهر من العرب وغير طبعًا ذلك، وانطفأت نار المجوس. نعم، النار المجوس والبحيرة الساوى، كله هذول كله يعني هذا، لكن هي أشهر الكل طبعا. يعني كانوا يترقبون هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه بعد مدة من انقطاع الأنبياء يعني. ويقال أيضا أن قصر كسرى عظيم الفرس تزلزل. نعم انصدع، وقول ينقول انصدع. ايوه ايوه. فيعني الحمد لله على ظهور هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وظهور هذه الهدايه لنا ولله. ونتمنى من رب العالمين يعني، ومن هالشعب هذا ان شاء الله تعالى، الاتباع اهم شيء. يعني لو انت حافظت السيره النبويه كلها بلا اتباع بلا تنفيذ ما تنفع. من اين قرات السيره النبويه سيد محمد؟ والله هي نحن من الصغر، أولا كل إنسان يعتاد على المساجد طبعا، من أفواه المشايخ، وسيرة بني هشام، سيرة يعني هذول كلهم، يعني لازم الإنسان يقرأ شيء عن النبي. يعني طالما أنت مسلم، الآن في دول الغرب عندما يؤسلم، قبل أن يسلم الشخص أيوة، يجب أن يعني يدخل في مخيلتي، لماذا هذا النبي عظيم، لماذا الناس تتبعه إلى الآن 1444 عام هجري طبعا، إلى الآن لا يوجد أخطاء، لا يوجد هذا، وإنما طبعا هو كله الناس افتراءات على هذا الدين. فهذا النبي من عظمه، وهذا الدين من عظمه، يجب عليك أن تنظر، يعني أن ينظر الإنسان، أنا من أتبع. وهي القصة أكبر من مجرد ثقافة، هي تعليم. نعم، هذا منهاج. منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم كله منهاج. منهاج إلى يوم القيامة، يعني كما قيل في القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القرآن فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، إيش بدي يصير، وحكم بينكم إلى يوم القيامة. طب حكم بينكم يعني طالما أنتم إلى اليوم القيامة. هذا أيضا كمان السيرة النبوية سيرة عظيمة جدا، يعني من عدا مثلا في كتاب اسمه الإصابة في حياة الصحابة، كمان تنظر إلى الصحابة كيف يعني مضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياتهم أفنوها في هذا، في شو اسمه، في يعني السيرة واللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا شيء عظيم جدا، يجب علينا الاتباع قبل يعني. وظهرت علوم جديدة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، علم السيرة النبوية وعلم الشمائل المحمدية. لا نقول هي علوم، يعني علوم هي شرعية. لا، هذا استنباط. استنباط لأنه الناس يعني لا يمكن أن يحيط بال يعني بالسيرة النبوية أو بالعلم الديني كله جملة واحدة. ففصلوا ناس تفسير، شايف، فاختصها علماء في التفسير، تفسير القرآن طبعا، وعلم الحديث، وعلم الحديث، وعلم الفقه. هذا الفقه كمان يعني هذا ما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يريد به الله خيرا يفقهه في الدين، يعني يعلم ويفتح مسامع قلوب وكذا. الفقه جيد جدا، أنا بشوف الفقه يعني أفضل من علم السيرة. صحيح، لأنه هو الذي يعلمك الحلال من الحرام، يشرح الدين. نعم، بتفاصيله. والسيرة تعلمنا مسيرة النبي وتطبيق الاقتداء والقدوة، الاقتداء يعني والامتثال، التطبيق العملي لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب، وعاش في طفولته في كنف المرضعة حليمة السعدية. لو ندخل أكثر على تفاصيل السيرة النبوية في موضوع ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم أو طفولته إذا بتحب. طبعا من عادة العرب أنه لما يولد ولد يعني بيعطوا له مرضعات، فلماذا يعني هذا كسؤال، لماذا يعطوا للمرضعات؟ لكي يتنشط،
يعني قد الأم مريضة، قد يكون يعني مثلا الحليب ما بيقوي كذا، بيعطوا شان البنية، بيعطوا لها مرضعة تكون أقوى وكذا. فعندما طلعت علامات يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبشرته يعني بتبعت هذا يعني خادمة عمه أبي طالب وأعتقها في سبيل الله، قالت إنه جاءك مولود كذا. وبعد أن جاء هذا المولود أيوة أخذوا هذا الولد وعرضوا، يعني اجت المرضعات عليهم دائما يعرفوا مين دي اولاد كذا، فلانه امنه بنت يعني وهب والده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعرضوا قالت انا عندي كذا. فما سبحان الله، رب العالمين بده يجبر خاطر مرضعته حليمه، فمرضعه يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فديجبر خاطرة فأعرض عن الذهاب مع هذه ومع هذه، يعني عن طريق يعني إنه ما يرضع منه يبكي كذا. وهي بيعرفوها يعني درويشة، يعني متمولو يعني فقيرة جدا وعندها أولاد كثر كذا. فاحتضنته فرأسا أخذ صدره، وسبحان الله وتعجبوا كذا، أخذته أم فازت فيه، يعني يقال أنا فزت يعني، ورزقت هي وزوجها من بعده. بعد ما أخذته طبعا على بيتها كذا. وطبعا هي فقيرة جدا، عندها شاءت شياه يعني كلهم جعاف، ما فيهم حليب وما فيهم كذا. فاخضرت الأرض وسمنت يعني المواشي والحدا يعني، وانتعشت ورأت شيء غريب عجيب هذا، ما بقت حتى تحسن يعني تستغني عن هالولد. هالولد هذا جاءها مبارك، جاءها يعني الكرم عم في هذا، يعني اسمه سبحان الله كرم الإلهي عم في هذا البيت ودخل على البيت. وبعد طب 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 يعني إلى أن رضعته مدة، حتى إجا وقت شق الصدر وجاءت الملائكة. نتكلم عليها يعني ممكن نرجع الموضوع، حتى يعني هو طبعا عنده أولاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني عبير عبي هالهذا مثل ما يقولوا يرتع يعني في هالأراضي وهالهذا. فجاءه ملكان فأضجعاه، هي أول حادثة له يعني طبعا. أضجعاه على الأرض فشقا صدره، وهو أدور أولاده عم يطلعوا يعني. الله أكبر، شيء عجيب غريب. فشقا صدره فأخرجا القلب، ومعهم كان طست يعني من يقال من ذهب يعني ماء من زمزم يعني. فغسلوه وارجعوا، انه يقال انه يعني شالوا علاقة السوداء يعني هيك، هذا شيء حتى يصير في كمال طبعا. ايوه طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هو طبعا لا شيء انه هو كامل من دون العملية، لكن هالعملية خارقة للعادة، لكن هذا شيء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في صغره كذا. فارتعبوا هذه الأولاد وراحوا خبروا أمهم، قالوا أمي هيك هيك صار معنا، إنه والله أجوا جاء اثنين ما بنعرفهم وشقوا صدر الولد، قام خافت هي وأخذته فردته إلى أمه يعني عمه أبو طالب. يعني الآن أنا وحضرتك والمشاهدين عم نسترجع ذكرياتنا مع السيرة النبوية وقراءاتنا لهالموضوع. بسوريا في يوم المولد النبوي كيف بتتذكر الاحتفالات؟ والاحتفالات في فرق بين المدن السورية في الاحتفال، لو تحطنا بهالجو جو الاحتفال بالمولد النبوي في سوريا أيام زمان. طبعا البلاد العربية كلها تحتفل، ما ليس يعني فقط سوريا، لكن سوريا سبحان الله لها ميزة، هي يعني كأني زهرة بلاد الشام. فخاصة أنا أتكلم على حلب، وذهبت إلى دمشق كثيرا يعني. حلب ودمشق، نحن عندنا بحلب لا يعني ليس المولد فقط يوم واحد، ولا حتى 12 ربيع الأول الذي ولد فيه، وهو يعني الأرجح هذا الثابت في 12 ربيع. لا ليس هذا، عندنا من أول يوم من ربيع يتحضرون الناس إلى الاحتفالات. فالاحتفال طبعا ما يحدث فيه طبعا
ليس كما يقول الناس يعني المغرضين أو ضد الناس الذين لا يحبون أن يحتفلون أو يقولون هذا بدعة. هناك خلاف على الموضوع على كل حال. أيوة ما يحدث في هذا الاحتفال هو جمع الناس وتذكير بشمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته ومعجزاته والإنشاد وإطعام الطعام، وهذا كله في الدين، إطعام الطعام من الدين والإرشاد الناس من الدين وتذكير الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أيام العام في كل أيام من الدين. طيب يعني الآن رح نرجع نسمع من حضرتك، لا يمل من إنشاد حضرتك ما شاء الله صوت ندي، لكن مشاهدينا رح نسمع الأنشود الآن من السيد محمد أنيس ونطلع فاصل، ابقوا معنا تفضل. راحت الأطيار تشدو بليل المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. راحت الأطيار تشدو بليل المولد وبريق
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مرة تانية، ومنرحب معنا بالأستوديو بالمنشد السيد محمد أنيس مرة تانية. أهلا وسهلا فيك معنا سيد محمد. أهلا وسهلا مشاهدينا، هاي الحلقة اللي خصصناها ليوم المولد النبوي الشريف الذي يصادف 12 من شهر ربيع الأول للعام الهجري. استوصوا بالنساء خيرا، واحدة من وصايا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين من بعده في حجة الوداع، رسول الرحمة الذي عرف أنه في مهنة أهل بيته وبمحبته لهم وبوفائه لزوجته خديجة، وفيها قال: إني رزقت حبها. للحديث أكثر حول هذا الموضوع بتنضم لنا الدكتورة رغداء زيدان، الباحثة في قضايا الفكر والمجتمع. أهلا وسهلا فيك دكتورة معنا ويسعد صباحك. أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنتم بألف خير. في مهنة أهل بيته دكتورة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي الرسالة التي أراد إيصالها إلى رجال المسلمين برأيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة المسلمين جميعا، وعندما يكون القدوة هو الذي يقوم بما يجب أن يقوم به الآخرون، فإنه يقدم مثال عملي لما يجب أن يعمله المسلمون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكل وصاياه التي كان يدعو إلى معاملة النساء بخير، إلى اللطف معهم والرفق بهن، كان ينفذ هذا الأمر بشكل عملي. فخدمته في بيت أهله، في أهله، يكون في مهنة أهله، يساعد في بيته، يخصف نعله، يخيط ثوبه، يحضر طعامه، يعامل بلطف، لم يرفع يده يوما على امرأة ولا على خادم، لم يتحدث بكلام جارح لإحداهن، كان يصبر عليهن. كل هذا هي تعاليم عملية كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يلتزم بها جميع المسلمين في كل زمان ومكان. من أبسط الأمور دكتورة، في مجتمعنا، في الأعراف المتداولة في مجتمعاتنا، قد يخجل الرجل من ذكر اسم أمه. بالمقابل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أبا الزهراء، وأجاب أيضا عن أحب الناس إليه لما سئل: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة، فقيل له: ثم من؟ فقال: أبوها. ما أهمية إفشاء المحبة بين الأزواج على الملأ؟ سبحان الله. بالنسبة لأسماء النساء، يعني الملاحظة التي يمكن أن نلاحظها أننا نعرف أسماء الصحابيات، أسماء أمهات المؤمنين، أسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء الصحابيات. فيما بعد أصبح هناك نوع من التعتيم، وكأن اسم البنت هو عورة، وكأن التلفظ بها هو يدعو إلى الخجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كلهم كانوا يدركون أهمية وجود المرأة في الحياة، وأهمية أن تخاطب باسمها، التعريف بها، وبالتالي يكون الموضوع الإفشاء المحبة والتخاطب بالاسم هو اعتراف بالوجود، اعتراف بالكينونة، ليس فقط نوع من التعبير عن المحبة بأنه يعني يستخدم اسم ودلع لهذا الاسم، إنما هو أيضا اعتراف قبل ذلك، اعتراف بوجود هذا الإنسان، واعتراف بوجود هذه المرأة، واعتراف بأهميتها وب يعني ما دورها في ما تقوم به. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام يعني يستخدمون الأسماء ولا يتحرجون منها، بالعكس كانت نوع من المفخرة لهم. وبالتالي موضوع محبة الأزواج أو إفشاء المحبة أو الاعتراف بهذا الحب هو سلوك نبوي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصانا به دائما، ودائما يكون إشاعة المحبة في بين الأزواج هو إشاعة للمحبة بالأسرة ككل، إشاعة للإطمئنان، إشاعة للسكن والمودة التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى، بأن من علينا بأن يكون هذا البيت هو بيت مودة وسكن. وسبحان الله، الكلام اللطيف والكلام اللين هو مفتاح هذه المحبة، هو مفتاح هذه القلوب التي يجب أن تعمر بالمحبة وبالمودة كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هناك نقطة أخرى دكتورة، الحلم في التعامل مع الزوجة، ونستذكر هنا تحديدا قصة غارة أمكم
لو نذكر المشاهدين بالقصة والعبرة منها، وأيضا كيف كان يتعامل مع زوجته حين تكون هي بحالة غضب. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة التي هي تحوي طرافة نوعا ما، السيدة عائشة رضي الله عنها كانت مشهورة بغيرتها، هي مثل كل النساء اللاتي يغرن على أزواجهن، وبسبب محبتها الكبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت غيرتها زائدة عن الحد نوعا ما. لذلك عندما في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها، عندما جاء خادم من عند أحد زوجاته ويقال أنها صفية ويحمل له طعاما، فعندما رأت هذا الخادم ورأت الطعام في يده تحركت غيرتها فضربت يد الخادم فوقع الإناء من يده وانكسر. عندما انكسر الإناء النبي صلى الله عليه وسلم راح يجمع الطعام المتساقط بيده وهو يقول غارت أمكم غارت أمكم، وبالتالي ترك الخادم حتى وذهب لإحضار طبق آخر سليم أعطاه لهذا الخادم لكي يعود به إلى صاحبته. في هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يعني اعترف أو راعى غيرة السيدة عائشة، ولكنه لم يسكت على الحق، يعني لم يسكت أنها فقط أنها غارت وتغاضى عن كسبها. طبعا لا شك في ذلك، وأيضا في بعد إنساني آخر في جانب إنساني هو الوفاء، فقد كان صلى الله عليه وسلم وفيا لزوجته خديجة، فقد كان يذكرها رغم رحيلها لسنوات، كان يذكرها بعد وفاتها. نعم، هي كانت أحب زوجاته إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا دائما، وكانت السيدة عائشة أكثر ما تغار من خديجة رضي الله عنها، رغم أنها كانت ميتة، يعني كانت تغار من ضرائرها اللواتي على قيد الحياة، ولكن كانت غيرتها كبيرة من السيدة خديجة، لأن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم كان لها كبيرا، وكان دائما يذكرها بالخير ويكرم صاحباتها، ودائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها بكل مودة وبكل حب. فلذلك عندما قالت له سيدة عائشة أبدلك الله خيرا منها، قال لها لا، لم يبدلني الله خيرا منها، هي كانت صدقتني عندما كذبني الناس وأوتني عندما طردني الناس ووقفت إلى جانبي بكل أمر. لذلك كان وفاء النبي صلى الله عليه وسلم عظيما للسيدة خديجة، وضرب لنا أروع الأمثلة بهذا الوفاء الزوجي والمحبة والإخلاص الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وتعامله مع أهل بيته وتعامله مع بناته أيضا كان هو مضرب مثل يجب على كل مسلم. للأسف نحن اليوم نعاني من هذا الجفاء، من هذا العنف الذي يعني يوجه ضد النساء وخاصة ضد الزوجات وضد البنات، وفي هذه فرصة لتذكيرهم بسلوك النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول استوصوا بالنساء خيرا خيرا، وكان دائما يضرب المثل أروع الأمثلة بتعامله اللين وحكمته ويعني كلامه اللطيف مع زوجاته ومع بناته رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. وقد كان أيضا أول من يطبق وأهم من يطبق هذا المبدأ استوصوا بالنساء خيرا، فقد كان نصيرا أيضا لزوجاته في كل الأحوال، وخاصة في أسوأ الأحوال وفي حادثة الإفك التي ما زلنا نتذكرها. شكرا لك يا دكتورة رغداء زيدان الباحثة في قضايا الفكر والمجتمع. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدينا. سؤال حلقتنا لليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وهو عن كيفية التحلي بأخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. للمشاركة بتقدروا تزوروا البث المباشر للقناة على اليوتيوب، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة تقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. مكملين معكم مشاهدينا بمشوارنا وبعد الفاصل مع الأجوبة، لكن نتوقف مع أنشودة من السيد محمد أنيس. أهلا وسهلا سيد محمد، تفضل. يا رسولا قد حباني حبه فضلا ومن، يا رسولا قد حباني حبه فضلا ومن،
Thank you.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مرة جديدة. وصلنا لآخر فقراتنا لليوم، ومع أجوبتكم على سؤال الحلقة عن كيفية التحلي بأخلاق رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. معن بكور عم يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اتباع المنهج السليم فيه النجاة والفلاح والجنة. حسام عز الدين كمان عم يقول: كل عام وكل المسلمين بألف خير. أما التحلي بأخلاق الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام تكون بالتزام ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه. تعليق آخر من جود القاسم عم يقول فيه: لم يقل رب العالمين وإنك لعلى علم عظيم، بل قال وإنك لعلى خلق عظيم، وهي دلالة على خطورة كلمة الحق بعكس العلم الذي يمكن تحصيله من المدارس. وعم يقول في الآخر: نسأل الله الأخلاق الحميدة، آمين. وينضم إلينا الآن الأستاذ أسامة صباغ، عضو رابطة العلماء السوريين. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ أسامة، وصباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين، ونسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى وهذه الأيام المباركة إن شاء الله بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. آمين يا رب. لابد أن حضرتك سمعت التعليقات، شو رأيك فيها بداية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي فطرة، وهي مغروسة في كل قلب مسلم، لأن طبيعة الإنسان وفطرته أنه يحب كل من أحسن إليه وكل من قدم له معروفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور، وقدم ما قدم في سبيل إيصال الدعوة، وكلنا يعلم كم عانى، فنحن نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، ولاقى في سبيل ذلك أشد العناء وأشد التعب، هجر من مدينته، من مكان ولادته، من أحب البلاد إليه، عودي من قبل أهله وعشيرته، حوصر في الشعب مع أتباعه، عذب أتباعه. ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا في إيصال الدعوة، ومع ذلك ثبت وقال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يضيق الله أو أهلك دونه. ما قدمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم يشعرنا بمحبته، يشعرنا بعظيم فضله، وهذه المحبة ينبغي أن تترجم على أرض الواقع. لكن قبل أن يعني نقول عن كيفية ترجمة هذه المحبة، نقول إن هذه المحبة مغروسة في فطرة كل إنسان مسلم، لكن بمقدار ما يتعرف المسلم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، بمقدار ما يقرأ من سيراته ويتعلم من مواقفه التي مر بها، بقدر ما تزداد محبته له صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هنا يستوقفني حديث سيد أسامة، حديث نبوي لابد أن نتوقف عنده، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. كيف نتحلى بأخلاق الرسول في التطبيق العملي الذي كنت تود الإشارة إليه؟ الحقيقة هذه النقطة تحتاج جهد ووقت، هي ليست يعني معادلة يسيرة في يوم وليلة يمكن أن تتم، لكن ينبغي أن يتم غرسها بشكل تدريجي، وخصوصا عند أبنائنا وأطفالنا. هذه المحبة تأتي بالمعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته أنه من رآه بديهة هابه، لأن عليه هيبة صلى الله عليه وسلم، ومن خالطه معرفة أحبه. ونحن إذا أردنا أن نصل إلى هذه المحبة لابد أن نتعرف إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مواقفه، وحينما نغرس هذه المواقف في قلوب وعقول أبنائنا نصل إلى هذه المحبة. لا ينبغي أن تمر الأيام والليالي هكذا،
دون تذكير أبنائنا بعظيم فضل النبي صلى الله عليه وسلم علينا في إيصال رسالته إلينا، في كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال، مع النساء، كيف كان يتعامل حتى مع الحيوانات، رفقه بالحيوانات، حتى شكى له الجمل الذي كان يؤذيه صاحبه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا حتى بالطيور، حينما رأى بعض يعني الصحابة أخذوا فرخي طائرة فقال من فجع طائر، فقال من فجع هذه لديها، ردوا إليها ولديها. هذه المواقف ينبغي أن تمر على أبنائها، أبنائنا، نعلمهم إياها في كل يوم، حينما يجلسون للطعام نذكرهم بما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم من آداب الطعام، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يتعامل مع الناس، كيف كانت أخلاقه الحميدة في كل أمر من الأمور، نغرس فيهم هذه المحبة. فتعلمنا لسيرته صلى الله عليه وسلم ليس مجرد إحصائيات، ولد في عام كذا وتوفي في العام كذا في المدينة، غزوة بدر، عدد المشركين، عدد الكفار، هذه معلومات يسيرة، لا ينبغي أن تؤخذ السيرة النبوية بهذه البساطة وهذه السطحية، ينبغي أن تحلل هذه المواقف، أن يتعرف أبناؤنا والمسلمون جميعا في كل موقف من هذه المواقف على الخلق العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال حينما نزل قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال يا ربي لا أرضى وواحد من أمتي في النار. كيف لا نحب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لاقى ما لقاه بعد ذهابه للطائف وصدهم عن دعوته وتسليط السفهاء والصبيان والمجانين عليه، أدموا عقبيه وأذوه بالحجارة، جاءهم ملك الجبال يقول يا رسول الله إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين أهلكهم لك، وهذه يعني فطرة بشرية، بعد هذا الإيذاء طبيعي يقول لهم فليذهبوا. أشكرك أستاذ أسامة. إنه قال إن نعم. أسأل الله، أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. طبعا الحديث يطول في هذه النقاط كلها حتى نشملها في هذه الجوانب الإنسانية، وحضرتك ما شاء الله لديك علم واسع في موضوع أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. شكرا لك السيد أسامة صباغ، عضو رابطة العلماء السوريين. انتهى وقتنا. السادة المشاهدين حياك الله. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم يلي خصصناها لذكرى المولد النبوي الشريف. تابعونا عبر معرفات قناة حلب اليوم الرسمية. منترككم الآن مع أنشودة بختام الحلقة مع السيد محمد أنيس. إلى اللقاء. أجمل ذكرى عزيزة علينا نلنا فيها كل أمنينا، أجمل ذكرى عزيزة علينا نلنا فيها كل أمنينا، ذكرى ميلاد الهادي أحمد، ذكرى ميلاد الهادي أحمد، طه رسول الله نبينا، طه رسول الله نبينا، أجمل ذكرى عزيزة علينا نلنا فيها.
رسولا.